مشاهدينا الاحباء برحب بكم مع حلقه جديده من برنامج ردود كتابيه على اكاذيب شيطانيه الحق الباتر للرد على اكاذيب احمد ديداد عرضنا في حلقه سابقه فيديو للشيخ احمد ديداد وهو بيتكلم عن الخطيه الاصليه بيتكلم عن موقف الاطفال في نظر الفقه الاسلامي بيتكلم على على انه ادم اكل من شجره التفاح فده معناه ان العالم كله يرث الخطيه دي اللي هي اكل من شجره التفاح بيتكلم عن هل يقبل ان الله يقتل ابنه نظير ان ادم اكل من شجره التفاح جاوبنا في حلقات سابقه على مبدا الاطفال يدخلون او يذهبون الى السماء اولا ما عندناش تعبير الجنه اللي فيها ملذات حسيه وفيها حور عين وفيها اكل وشرب الكلام ده طبعا كلام مادي بحت كلام منتقل من افكار زرادشتيه فارسيه الى الاسلام لكي يغري به محمد تابعيه وكي يستطيع ان يمتلكهم عندما يعني يمنيهم ان الجنه ستكون ملذات حسيه هم حرمين فيها في جزيره الصحراء، لكن احنا عندنا السماء ملكوت الله حيث الله يسكن في وسط شعبي، لكن قدمنا الدليل من اقاويل المسيح أن أن يتكلم عن الأطفال لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، دعوا الأولاد يأتون إليه لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، وقال كده إن لم تصيروا مثل الأولاد الصغار فلن تدخلوا ملكوت السماوات، إذا المبدأ اللي الإسلام بيفتخر بيه ويدعيه اللي هو مبدأ الفطرة هو مبدأ إنجيلي، الأولاد أه كلنا مولودين طبيعة الخطية سيدة علينا لكن لا يعني نكون في 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 محاسبه قانونيه شرعيه امامها ان لم نصل الى سن الادراك والوعي وندرك ماذا نفعل، عشان كده قال المسيح الى دي امر بيتفاوت من شخص لشخص من طفل لطفل ان الاولاد الى ان يصلوا لهذا السن فهم لهم ملكوت السماوات. الحاجه الثانيه قدمنا اسئله يعني انتظر الجواب من شيوخ المسلمين كيف دخلت الخطيه الى العالم وكيف صار كل ابن ادم خطاء وكيف عصى ادم فعصت ذريته وكيف ان النفس اماره بالسوء وكيف يدعون ان محمد في طفولته ملكين شقوا صدره أخرجوا منه علقه سوداء يعني نقطه نطفه سوداء او او وضع اسود بسبب الخطيه موجود فيه ولماذا قيل لمحمد ليرفع عنك وذرك من اين اتت الخطيه الاسلام لم يقدم الجواب الاسلام ليس عنده الجواب لكن الكتاب المقدس قدم الجواب قرانا في رساله روميا اصح خمسه من عدد 12 ان الخطيه لاننا قلنا في صلب ادم ادم تعدى لان الخطيه معناها تعدي الخطيه معناها عصيان الخطيه معناها كسر نواميس الله وقانون الله اخطانا في حق الاله الغير محدود ونحن بشر محدودين فصرنا في الخطيه ونحن خرجنا من صلب ادم كما ورثناه في الطول والعرض واللون والشكل وكما ورثناه في طبيعه وتصرفات معينه هكذا نرث ايضا وورثنا وسادت علينا طبيعه الخطيه الفكره الثالثه اللي قدمها الشيخ احمد ديدات في الفيديو اللي احنا شفناه سابقا بيقول كده انه ادم اكل من شجره التفاح انا يعني كنت اتمنى اقابل الشيخ احمد ديدات او اي شيخ مسلم يقول هذا الكلام من اين اتوا انه ادم اكل من شجره التفاح في اي كتاب الكتب ده هل الكتاب المقدس ذكر ان الشجره اللي اكل منها ادم في سفر التكوين صح ثلاثة هي شجره التفاح طيب خلونا نشوف مين الصادق احمد ديدات وشيوخ المسلمين ولا الكتب اللي بيستندوا عليها اللي مليانة بالافتراضات ولا كلمة الرب نروح لسفر التكوين صاح 2 بيقول كده عدد 15 وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأن يوم تأكل منها موتا تموت طيب شجرة معرفة الخير والشر كانت موجودة فين؟ في نفس الإصحاح، إصحاح 2 عدد تسعة، بيقول كده: وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر، وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. إذا كل الأشجار اللي فيها فواكه، الرب قال لآدم كل منها. يبقى آدم كان من شجرة التفاح، يبقى الشجرة اللي سقط بسببها آدم ليست شجرة تفاح ولا شجرة أي ثمر آخر فالافتراض اللي وضعه الشيخ أحمد ديدات يتنافى تماما 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 مع الكتاب المقدس لكن الشجرة اللي كان منها أحمد ديدات الكتاب المقدس اكتفى أن يقول لنا شجرة اسمها معرفة الخير والشر شجرة الله سمح بوجودها ليمتحن خضوع آدم ليمتحن محبة آدم ليمتحن طاعه ادم وعايز اقول كده ان الطاعه التي لا تفعل لا تسمى طاعه والحب الذي لا يبنى على الحريه لا يسمى حبا لكن يسمى تبعيه اجباريه لكن الله خلقنا كائنات حره خلقنا على شبهه وعلى صورته نمتلك الاراده نمتلك حريه الاختيار ولهذا الرب فتح الطريق امام ادم سمح ان توضع شجره تسمى شجرة معرفة الخير والشر ليمتحن طاعة ادم، ليمتحن خضوع ادم، ليمتحن حب ادم المبني مش على تبعية اجبارية لكن المبني على حب قائم على الحرية. اذا ادم تعدى وصية الله. الله لما قال لادم يوم تاكل من الشجرة موتا تموت، الله لم يكن يصدر حكما. لكن الله كان بيقول نتيجة. ما بقول لابني يوم ما تلمس الكهرباء هتموت، انا مش بصدر حكم، مش انا اللي موت ابني، انا مش بصدر حكم على ابني. لكن انا بقول له رساله تحذير، انا بقول له نتيجه. معرفتي السابقه بوجود بلمس الكهرباء انه يؤدي للموت، معرفتي السابقه بلمس النار انه يؤدي للاحتراق، بحذر ابني لان بحبه، فالله كان بيحذر ادم لانه بيحبه. واحد يقول لي طب ليه يحط الشجره؟ انا قلت الكلام ده لان الله خلق ادم حر الاراده حر الاختيار كان لابد ان يفتح امامه الطريق فلا يكون ادم تابع على الله تبعيه اجباريه في طريق واحد ده لا تسمى حريه هل نقبل ان نكون في مكان ما مسلوبين الاراده والحريه الناس كلها بترفض السجن ليه؟ لان في السجن في قوانين غصبا عني لازم اعيش فيها، كل الناس عايزه تعيش في الحريه بره، ليه يقولك ما اكونش مسجون، لما واحد يكون في وضعه معين او في شغله معين يقولك يا اخي الشغل ده كان سجن، ليه؟ لانه مقيد حريتي، فهل كنا هنكون مبسوطين لما نكون مخلوقين مسلوب الاراده والحريه او مجبرين ان احنا نسير في اتجاه واحد؟ لا الله سمح بوجود الشجره لاجل فقط انه يمتحن طاعه ادم واختيار ادم الشجره ما كانتش قدام ادم بس الشجره موجوده قدامي والرب قال كده جعلته امامك البركه واللعنه الحياه والموت نصيحه الله ليا اختار الحياه لكي تحيا ادم كل من الشجره وصل للنتيجه تباعيا حتميا ايه نتيجه الموت مش الله اللي موته لكن نتيجه لاكله من الشجره ادم مات مات ازاي مات روحيا وادبيا انفصل عن الله بدل ما كان له علاقه مباشره بدون وسيط بدون حاجز بدون حجاب مع الله يتراءى لي الله يتكلم معه الله بدون حجاب صار ادم يتعامل مع الله من خلف حجاب ووسيط لماذا صرنا خطاه الله قدوس لا يمكن عين الله اطهر من ان يبصر جور او يبصر ظلم أو يبصر فساد أو يبصر خطية ولهذا وضع صنعت الخطية حجاب فاصل ووضعتني في موضع الميت روحيا وده موجود في رسالة أفسس إصحاح 2 عدد واحد كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا إذا الموت الذي ماته آدم هو موت روحي أدبي نتج عنه موت جسدي ينتج عنه إن لم أقبل عمل المسيح موت أبدي وأنا أصلي لكل شخص أن يقبل الحل الإلهي الذي قدمه الله في جنة عدن عندما ذبح ذبيحة بها افتدى آدم من حكم الموت ليرد آدم إلى علاقة حقية بدون فاصل الخطية إلى الله ويصنع اقمصة يستر بها ادم هذا كالرمز للمسيح، المسيح الذي جاء ليردنا الى علاقة ومصالحة مع الله ويسترنا من الخطية ويقودنا الى حياة ابدية ينقذنا من الموت الابدي. اذا الافتراض الذي وضعه احمد ديدات ليس موجود في الكتاب المقدس، لا يذكر في الكتاب المقدس على الاطلاق ان ادم اكل من شجرة التفاح. من اين اتيتم؟ يا شيوخ المسلمين أن آدم أكل من شجرة التفاح. إن كان لديك رد فاتصل بنا على وعد بلقاء آخر في حلقة جديدة من برنامج ردود كتابية على أكاذيب على أكاذيب شيطانية الرد الباتر على أكاذيب أحمد ديدات والرب معكم. <applause>